طبعا من الاسكندريه نروح للاسماعيلي. الاسماعيلي طبعا بيعيش حاله من الاستقرار الفني بشكل كويس جدا، طبعا بعد الفوز الجوله الماضيه على الانتاج الحربي 1-0. النهارده الجهاز الفني اعلن قائمه اللعيبه استعدادا طبعا لمباراه ديربي يعني القناه، هيلعبوا طبعا الاسماعيلي والمصري البورسعيدي ان شاء الله، هتقام المباراه بكره على استاد الجيش ببرج العرب. دي من ضمن مؤجلات الاسبوع ال 19 من مسابقه الدوري. قائمه الاسماعيلي كالتالي: في حراسه المرمى محمد مجدي ومحمد فوزي، خط الدفاع احمد ايمن، محمد بيومي، محمد نصر، محمد عمار، ابراهيم ابو اليزيد، محمود البدري، خط الوسط عماد حمدي، محمود دونجا، عمر الوحش، همام طارق، نادر رمضان، محمد مخلوف، محمد الضرف، احمد مدبولي، محمود عبد الله، وعبد الرحمن مجدي. خط الهجوم طبعا محمد الشامي ومحمد حمدي زكي وحازم مرسي. دي قائمه نادي الاسماعيلي اللي هتقابل ان شاء الله بكره مباراه مهمه، ومباراه اعتقد هتكون مباراه مثيره. دايما ديربي القناه بيكون مثير جدا. النادي الاسماعيلي والنادي المصري يعني اعتقد الاثنين ضمنوا البقاء بشكل كبير في الدوري، لكن دايما تتميز مباراه الاسماعيلي والمصري بالكره الحلوه والحماس والمنافسة الشديدة.